لضيوف المنيا الإسلامية لخدمة المجتمع المحلي الأستاذ جمال عيد علي عمار، مؤسسة إيدا للتنمية المجتمعية الأستاذة غانا خلف محمد، جمعية النور الصادق لتنمية المجتمع الأستاذة خليل، خلاص الأستاذة غانا. استاذة غادة، استاذة غادة، استاذة غادة، الأستاذة حنان أحمد موسى جمعية النور الصادق، الجمعية المصرية لصحة المسنين، الأستاذ هراس طه، ثواني يا أستاذة أمال، ثواني واحدة واحدة عشان المصرية لصحة المسنين، الجمعية المصرية لصحة المسنين، الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، الجمعية الشرعية، الأستاذ محمود عبد الرحمن محمد عثمان، الأستاذ محمد عبد الله فضالي جمعية الشباب والتنمية الاقتصادية، الأستاذة هدى شحاتة زكي جمعية التنمية والنهضة الأسرية، الأستاذ أحمد فؤاد فريد جمعية المجتمع المحلي بأتليدم، جمعية الخير للتنمية الشاملة بمطايا الأستاذة حسينة محمد سعد، جمعية الفتح بملوي الأستاذ أحمد عبد الملك، الأستاذ جاني الكريم بطرس جمعية المحبة الخيرية بالوقت الأستاذ أحمد عبد الملك، الأستاذ حنة مرزوق جمعية المحبة للتنمية، مرة ثانية مؤسسة إبدأ الأستاذة غادة خلف، أستاذة غادة خلف مؤسسة إبدأ لسه ما بدأتش، والآن تكريم الرائدات المتميزات نبدأ بالقيادة النسائية، الأستاذة شادية عبد السلام أحمد، thank you.
خليك.